اهلا وسهلا بجميع المتابعين، معكم سراج من قناة تفاصيل تيوب. وقبل ما نبدأ في الفيديو، اذا انتم جداد على هذه القناة لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة، ويلا نبلش فيديو اليوم. راح نعرف ثلاث شغلات: من هو البرتقال اللي بتقصده نور ستارز، وشو هددت نور نارين بيوتي، ومين هو زميل نور ستارز اللي سبب الخلاف بينهم مثل ما بتحكي نور. تصريحات خطيرة صدرت من نور ستارز خلال المشكلة اللي ضجت فيها مواقع التواصل الاجتماعي مع نارين بيوتي، وهي تصريحات حملت الكثير من المعلومات عن علاقة اليوتيوبرز العرب، وانه اللي بنشوفه على قنواتهم مش حقيقي دائما. اول شي خليني اشرح المشكلة بشكل بسيط. المشكلة كانت من لما كانت نارين ونور في صالون الشعر بدبي، وخلال هذا اللقاء حكت كل واحدة عن خططها اللي جاية. فنور مثل ما بتحكي نارين أخذت فكرتها ونزلتها على قناتها، واللي كانت جولة في غرفتي كجيمينج. فنارين كانت نواياها تفتح للقناة جيمينج، وبهيك بتكون حسب ما بتفكر إنه أول بنت عربية بتشتغل جيمينج على اليوتيوب. فلما تفاجأت نارين في الفيديو نور، انصدمت نارين ونزلت ستوريات واتهمت بها نور بدون ما تحكي باسمها انها سرقت منها الفكرة وانها فاشلة. You're sick. You need help. ما عم احكي هجري مشاني، بس you're not okay. انتي خطيرة على المجتمع، ركزي على حالك. اذا انتي حدا فاشل رح تضلي فاشل. قابلتك من مبارح او انت مبارح قيمتي بصالون الشعر، حكيتك بكيف فكرتك حدا منيح، حكيتك شو ماي بلان. ثاني شي عن نارين بيوتي وعلاقتها بغيث مروان، فنور ستارز طلعت وردت على نارين بيوتي، وخلال هذا الرد حكت كلام خطير عن علاقة نارين بشخص سمته البرتقالة المعفنة. ولما حكت انه السبب بعد نارين عن موف لوكس هو غيث مروان، لاحظوا الكلام اللي نشرته نور ستارز في هذا الستوري، لمحت فيه عن غيث مروان: حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وبالبرتقالة اللي ماسكتك الكاميرا، وصلني كلامك كله ما حبيت صدق وقلت عادي، بس هلأ خلص طفح الكيل، الله موجود والناس شايفة. انت مش همك الفيديو او الفكر، لانه الايام اخذت مني افكار وانا اخذت عادي، وهذا علمنا باليوتيوب. انت بدك تدخلي مع نور بدراما، اضغط على درامتك انت وبرتقالتك المعفنة وفضحكم، بس الله كبير وشايف ويمهل ولا يهمل يا مريضة. ووضحت بعدها بستوري تاني انه مين بتقصد في الشلة اللي استثنت منها انس واصالة، وحكت الشلة اللي ما بتعرف الله هي شخص واحد شلتك وهي البرتقالة المعفنة. وهددت نور ستارز خلال الستوريات اللي نشرتها على حسابها بفضح أسرار عن نارين بيوتي وغيث مروان، وقالت إنه بتعرفوا منيح إنه شو أنا بحكي، خلونا نشوف الفيديو. بتعرفوا شو بيصير إذا أنا بحكي؟ أنا ما بحكي، بس إنه تطلعي تحكي على اسمي اللي هو أكبر منك وأكبر من راسك ودرامتك كلها، وأنا بعرف قد إيه في دراما، وأنا إذا حكيت بتعرفوا شو بيصير. ثالث شي حكت نور ستارز انه حرمتها من العمل مع زميلها، بتقصد نور ومو فلوكس. خلونا نشوف المقطع مع بعض. وأقرب الناس رفيقي اللي حرمتيني منه سنين اجا قال لي حقيقتك، قال لي شو كنت تحكي بظهري وقد ايه انت مهووسه فيه وقد ايه انت مهووسه بكل اعلان انا بعمله، بس ما حكيتش ضلني ساكته. ولكن هل فعلا فكره الجيمينج للبنات هي فكره جديده حقيقيه أم لا؟ خلينا نشوف واحدة من اللي بيشتغلوا في هذا المجال من سنين، واللي هي ريم ستار. خلينا نسمع شو موقفها من اللي صار، واللي صراحة موقف محترم. أنا ما بحب أتدخل هاي المواضيع، وأنا بشكل عام بعيدة عن عالم اليوتيوبر. وجهت رسالة للمتابعين وحكت إلهم ما تقفوا مع حد ضد حد، لأنه ما بتعرفوا شو القصة وما بتعرفوا الحق على مين مع مين. بس اللي حابة لكم يا لكم انتو، يعني ما توقفوا انتو بالمشكلة وتنقسموا للجيوش وتعملوا مشاكل بزيادة، ما بتعرفوا شو صاير بيناتهم فعلا. وحكت انه عالم الجيمينج للبنات مش حاجة جديدة. وكمان كنت حابة لكم
انه عالم الجيمينج للبنات ما له شيء جديد باليوتيوب بالوطن العربي. انا لي سنتين باليوتيوب والحمد لله عندي تقريبا 5 مليون اخت واخو، عائلتنا كتير كبيرة ومعروفة، فنحن تقريبا 4 يوتيوبر بيلعبوا جيمينج على الوطن العربي، فهذا الشيء يعني بعتقد ما له جديد لليوتيوب العربي ابدا، فما في داعي انتم تكبروا هاي المشكلة. وفي نهاية الفيديو لا تنسى اللايك والشير والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد.